بحس كتير قوي في حياه المؤمنين العمليه انه كان الروح القدس ده نظريه طب ليه كده علقناه ان انا عارف الشخص الروح القدس الله الاب والابن والروح القدس الروح القدس انه ساكن فيا طالما انا قبلت الرب يسوع بس كانها اكلاشيهات كده معينه لكن انا بطريقه عمليه محتاج ان انا اعرف اتفاعل أي يبقى ليا زي بحسب بولس ما بيقول في رساله كنص الثانيه والاصحاح الاخير يبقى ليا شركه الروح القدس شركه يعني فيلوشيب يعني علاقه اكبرها زي انا مثلا لو انا عايز اكون صديق للاخ نزار انا محتاج ان انا اقعد مع اكتر اعرف ايه بتفكر في ايه ربنا بيكلمك في اخ نزار قبل الحلقه كنت حضرتك بتشاركني على امور كده ربنا كان بيكلمك فيها الوقت اللي فات فبنعرف اكتر وبعض انا محتاج مع الروح القدس يبقى في صداقه كلمه شركه ديت في في, في اليوناني تاتي بمعنى كمان صداقه الشركه اللي فيها الصداقه العلاقه الحميمه